فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والسلام على عبادي الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل من ربنا ونعمة مع المغني ومع السنن، نسأل الله في عليائه أن ييسر لنا إتمامها، نسأل الله في عليائه أن يشكر لكم الحرص والصبر على مثل ذلك. اللهم أمين يا رب العالمين. إحنا بلغنا في المغني إلى مسألة صلاة المرأة بالنساء، أعتقد ذلك صحيح؟ أعتبرك في مسألة قال أصحابه لا يحكم بإسلامي بالصلاة، وقفنا عندها؟ لسه عندها بي. وقفنا عندها يعني؟ نعم ماشي ماشي إن شاء الله. مسألة هل يحكم بالإسلامي بالصلاة أم لا؟ وهذا خلاف الشافعية طبعا في هذا الباب. ماشي تفضل شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجمعنا معه مع النبي صلى الله عليه وسلم. أمين. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تبارك وتعالى. المكسر شغال، المكسر شغال. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين. فصل. عايزين نعرف بس من الناس دي هتموتني المكسر ده تعمل فينا ايه مش عارف. تفضل. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين. فصل. قال أصحابنا يحكم بإسلامه بالصلاة سواء كان في دار الحرب أو في دار الإسلام، وسواء صلى جماعة أو فرادة، فإن أقام بعد ذلك على الإسلام فلا كلام، وإن لم يقم عليه فهو مرتد يجري عليه أحكام المرتدين. يحكم بإسلامه، وهذا طبعا في خلاف في هذا الباب، لا يرون أنه يحكم بإسلامه إذا صلى ما دام كان كافرا. والصحيح الراجح في هذا الباب أنه يحكم بإسلامه إذا صلى، إذ الصلاة علامة فارقة بين أهل الإسلام وأهل الكفران. قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بينه وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيت القوم وينتظر إلى أن يسمع الأذان، يعني بعد الفجر، إذا سمع الأذان كف عنهم، ولم يسمع الأذان أغار عليهم. وهذه علامة من علامات الحكم بالإسلام على المرء. فإن أقام على ذلك، قال فإن أقام بعد ذلك على الإسلام فلا كلام، وإن لم يقم عليه فهو مرتد، يعني أنه حسبه مسلما، فإن كان أظهر كفرا فيكون بعد ذلك أنه انتكس بعد إسلام فيكون من المرتدين. وحكمه ليس كحكم الكافر الأصلي، حكم المرتد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. اسمه قصة سؤال رجل كافر، نسأل الله يهدينا وهدي المسلمين أجمعين. هذا الرجل كافر أم مرتد؟ كافر. هذا الرجل أراد الإسلام واعتقد الإسلام لكنه لم يحتفظ بالشهادتين. لو إيه إيه معلش، أراد الإسلام واعتقد الإسلام والمسألة عنده انتهت، يعني اقتنع اقتناعا تاما وأراد ذلك لكنه لم ينطق بالشهادتين، فأذن للظهر رجل على دين غير دين الإسلام، اعتقد الإسلام وأحب الإسلام وقال أنا الآن مسلم، يعني بس لهم لم يتلفظ لا أنا الآن مسلم ولا بالشهادتين، فأذن للظهر فقال الله أكبر وصل، اغتسل وتوضأ لكنه لم يتلفظ بالشهادتين، وقال أنا يعني واحد كافر عرفنا أنه كافر، هو كافر لم يسلم، وبعدين لم يتلفظ بالشهادتين وصلى مباشرة، يسلم بمجرد صلاتي ولا لما ينطق بالشهادتين في الصلاة ويكون صلاته بطلة؟ ويكون صلاته بطلة. ده صحيح. لكن في هذه الحالة لو أيت واحد يصلي فأحكم بإسلامي، أحكم بإسلامي، أنا ما عنديش يقين بكفري. نعم. ما وجدت يصلي هذه علامة المصلي. قال نهيت أن أقتل المصلين. السؤال الثاني هي ذات اللي السؤال الثاني أنا متأكد أنه كافر فلابد من النقل بقى هنا. ما أقصدش، لا أقصد يعني الصورة اللي إحنا بنحسها الآن إن واحد بيصلي، وجدت واحد يصلي خلاص حكمت بإسلامي. نعم. شيخنا عايز سؤال يا شيخ. نعم شيخ. دخوله في الصلاة شيخنا مش لو إيش؟ دخوله في الصلاة مش إقرار بالإسلام وبالشهادتين؟ ما هو ما أنت كنت جايز بتسمع إيه يا شيخ؟ أنت قلت شيخنا مش هيبقى مسلم. طبعا ما قالش يا شباب لا إله إلا الله. خدنا ذلك يا حبيبي الله يهديك. اتفضل شيخ.
هو بيعترض ويقول حضرتك مش صلاته تعد اقرار بذاتها؟ لا، لا بد ان ينطق بشهادتين، مرة فقط الناس يقول لا اله الا الله. فقال لازم ان انا بعتد بصلاتي بعد ما اقول اشهد لا اله الا الله وان محمد رسول الله، ومرت ان قاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله واني رسول الله ويقيموا الصلاه. الحمد لله على سلامتكم وجزاكم الله خيرا. يجزي انا مسلم ولا لابد من شهادتين؟ لابد من شهادتين. الا بقى اذا لم يحسن فقال انا مسلم صلينا خلاص انتهى الموضوع. قال وان مات قبل ظهوره ما ينافي الاسلام فهو لا مسلم. لا وان مات ماشي اتفضل. اقرا الفتاة. ماشي خلاص. قال وان مات قبل ظهور ما ينافي الاسلام فهو مسلم يرثه ورثته المسلمون دون الكافرين. وقال ابو حنيفه رحمه الله ان صلى جماعه او منفردا في المسجد كقولنا، وان صلى فرادى في غير المسجد لم يحكم باسلامه. وهنا ابو حنيفه فرق من غير مفرق، يعني ابو حنيفه لا نرى له اي 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 وجه في التفريق، انه ان صلى جماعه مع المسلمين صار مسلما، وان صلى فرادى في غير المسجد لم يحكم باسلامه. لا يعني هل يراها حركات يعني تشابه اي حركات غير الاسلام؟ هذا كلام فيه نظر كبير جدا في هذا الباب. ما الفرق بين ان يصلي في جماعه ويصلي في فراد ويصلي فراد؟ ما الفرق؟ ما الفرق عنده في هذا الباب على التفريق في هذا الباب؟ صحيح انه صلى منفردا، صلى جماعه فانه يحكم باسلامه. وقال بعض الشافعيه رحمه الله لا يحكم باسلامه بحال، لأن الصلاة من فروع الإسلام فلم يصر مسلما بفعلها كالحج والصيام، ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، لا إله إلا فإذا الله. قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وقال بعضهم إن صلى في دار الإسلام رضي الله عنكم وأنسام رحمة أحسن الله لكم جميعا. وقال بعضهم إن صلى في دار لما تغيبت كل هذا التغيب يا أنسام رحمة؟ ما كنت أتوقع أن حضرتك أصلاً تتغيبين هذا التغيب، وما عهدنا عليكم التقاعس، لما كل هذا الغياب؟ لما؟ أنا آسف لأنه افتقاد الناس الحريصين شيء مؤلم. تفضل. وقال بعضهم إن صلى في دار الإسلام فليس بمسلم، لأنه قد يقصد الاستتارة بالصلاة وإخفاء دينه. وإن صلى في دار الإسلام فليس بمسلم، لأنه قد يقصد الاستتارة بالصلاة وإخفاء دينه وإن صلى في دار الحرب فهو مسلم، لأنه لا تهمة في حقه. هذا أمر عجيب جدا في هذا التفصيل. أولا التفصيل الأول في مسألة أنه صلى فرادى وصلى جماعة، كما قلنا هذا التفريق بغير رضي الله عنكم أحسن الله عليكم ورفع الله مقامه. ما أحد قال لي ذلك، ما أحد قال لي هذا، ولذلك الإشكال أنني ما عندي أرقامكم حتى أطمئن أو أعرف ذلك، ما عندي رقم لكم، وما أحد قال لي أنكم تختبرون. بحال من الأحوال كل الذي علمته أنكم تخلفتم تخلفا كثيرا، وهذا أزعجني في هذا الباب رضي الله عنكم. إذن هنا الحنفية في التفريق ليس له مفرق، بعض الشافعية قالوا يحكم بإسلامي بحال، وعندهم في قوة النظر والأثر ما عندهم، لأنهم قالوا الأصل أن النبي قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله في هذا الباب، فقالوا الإسلام يحكم فيه لا يحكم بإسلامي لأنه لم يقل لا إله إلا الله، ولأن النبي قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله. وأيضا لما بعث معاذا اليمن قال له أنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، فقال هذا الأصل. أما مسألة بحقها فبحقها الصلاة والزكاة، لكن الأصل أن يأتي بشهادتين، فإن لم يأتي بها فليس بمسلم. وجهة بعض الشافعية في هذا الباب قوية ليست بالهينة، لكن أنا أقول الصلاة تضمن له أن يأتي بإيش؟ بشهادتين. وقال بعضهم إن صلى في دار الإسلام فليس بمسلم. هنا ما الذي يحدث؟ هذا أمر أيضا فيه عجيب جدا، إن صلى في دار الإسلام فليس بمسلم لأنه يقصد الاستتار. ما لنا وما النوايا الآن؟ ما لنا النوايا ونحن أصلا أمرنا شرعا أن نأخذ بالناس بالإيش؟ بالظاهر. ما لنا وما للنوايا أصالة؟ ما لنا وما للنوايا أصالة؟ فهذا أمر فيه عجب. وإخفاء ديني وإن صلى في دار الحرب فهو مسلم لأنه لا تهمة في حق، هذا كلام ليس فيه شيء، لا ما حدث ولا أحد أخبرني ولا علمت لما تغيبت، لكن طبعا أنا أعلم أن الحرص الذي في مثلك يعني ما يمكن أن يتخلف إلا بعذر، لكن كما قلت ما عندي الهاتف حتى أعرف وأطمئن. ماشي تفضل. قال ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم نهيت عن قتل المصلين،
وقال بيننا وبينه الصلاة. قال فجعل الصلاة حدا بين الإسلام والكفر، فمن صلى فقد دخل في حد الإسلام. وقال في المملوك فإذا صلى فهو أخوك. ولأنها هو ماشي تفضل. ولأنها عبادة تختص بالمسلمين، فالإتيان بها إسلام كالشهادتين. وأما الحج فإن الكفار كانوا يفعلونه، والصيام إمساك عن المفطرات عن المفطرات، وقد يفعله من ليس بصالح. هنا المسألة أعجب من العجب، أعجب جدا من الحنابلة في هذا الباب. الحنابلة يقول ولا نقل من المسألة نهيت عن قتل المصلين، فهنا نهي الإنسان عن قتل المصلين كما قلنا، هذا معناه أنه حكم بالإسلام بإسلام المصلي، وهذا صحيح. ولا عهد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقط كفر. مفهوم مخالفة في هذا الباب هو أنه من أقامها فلم يكفر. صدق ماشي يردني. طب رد. فمن أقامها فيكون هو المسلم، فجعل الحد الفاصل بين الإسلام والكفر هي أصلت، فمن صلى فقد دخل في حد الإسلام. وأيضا في قولي فإذا صلى فهو أخوك، هذا الحديث فيه ضعف، حيث ابن ماجه أعتقد أنه ضعيف، لكن هو الآية تغني عن ذلك. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فجعل الخوف في الدين معلقة بذلك. وهذا عجب عجب لأن سعبين أنه قال من ناحية النظر أنها عبادة تختص بالمسلمين وهي الصلاة، قد يأتي بها حركات يعني يراجع فيهم هذا الباب. فقال أن عبادة تختص بالمسلمين فالإتيان بها كإسلام كشهادتين. وأما الحج فكانوا يفعلونها، أما الصيام عن المفطرات قد يفعله من ليس بصائم كما قلت. وإذا الصلاة أيضا يفعلها صاحب الحركات نفس الأمر، لكن هو كان يغني عن هذا بكله، هو أن نقول وأنه من صلى لزاما لا بد أن يأتي شهادتين، فالتحيات لا بد فيها من الشهادتين. قال رحمه الله، قال الخرقي رحمه الله تبارك وتعالى وإن صلت امرأة بالنساء قام. لا أنت فوت فصلا. فصل فأما صلاته. قال ابن قدامة رحمه الله فصل فأما صلاته في نفسه فأمر بينه وبين الله تعالى، فإن علم أنه كان قد أسلم ثم توضأ وصلى بنية صحيحة فصلاته صحيحة، وإن لم يكن كذلك فعليه الإعادة، لأن الوضوء لا يصح من كافر، وإذا لم يسلم قبل الصلاة كان حال شروعه فيها غير مسلم ولا متطهر فلم يصح منه. ممتاز. في هذا الباب لو صلى لنفسه هذا رد على من؟ يعتبر على الحنفية. أما صلاته في نفسه فأمر بينه وبين الله تعالى، فإن علم أنه قد أسلم كان أصلا ثم توضأ وصلى بنية صحيحة فصلاته صحيحة، وهذا المعنى بأنه أتى بالعبادة على وجه تقبل عليه. أما إذا توضأ حالة كونه كافرا ثم قام يصلي حالة كونه مسلما فوضوءه لم يصح، لأن الله جل في علاه قال عموما من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، هذا شرط وقيد، ومؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تبارك وتعالى مسألة. قال الإمام الخرقي رحمه الله تبارك وتعالى وإن صلت امرأة بالنساء قامت معهن في الصف وسطا. قال ابن قدامة رحمه الله اختلفت الرواية هل يستحب أن تصلي المرأة بالنساء جماعة، فروي أن ذلك مستحب، وممن روي عنه أن المرأة تأم النساء عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما وعطاء والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبو ثور رحمهم الله. كل هذا على جواز أن تأم المرأة مش على الاستحباب، على جواز أن تأم المرأة. جواز نعم، الاستحباب عند الحنابلة فقط هو. ولذلك تنظر حتى في التفريق قال وممن روي عنه أنه قال بأن المرأة تأم النساء. وروي عن أحمد رحمه الله أن ذلك غير مستحب. وإيش؟ وروي عن أحمد رحمه الله أن ذلك غير مستحب، وكرهه أصحاب الرأي رحمهم الله. سبحان الله. وإن فعلت أجزأهن. وقال الشعبي والنخعي وقتادة رحمهم الله لهن ذلك في التطوع دون المكتوبة. ممتاز. وقال الحسن وسليمان بن يسار رحمهم الله لا تأم في فريضة ولا نافلة. وقال مالك رحمه الله لا ينبغي للمرأة أن تأم أحدا لأنه يكره لها الأذان، وهو دعاء الجماعة فيكره لها ما يراد الأذان له. هنا يقول هل يستحب، اختلفت الروايات عن أحمد، هل يستحب أن تصلي المرأة بالنساء جماعة؟ إذا الأصل أن المرأة لا تصلي إمام، والأصل أن المرأة أصل صلاتها على الفرادة لا على الاجتماع. فهنا يقول في رواية عن أحمد أنها مستحب، ومن قال بجواز
أن تؤم المرأة النساء، عائشة وأم سلمة وعطاء الثوري، وهو مذهب الجميع، مذهب الجماهير، والأوزاعي والشافعي وإسحاق، وهو قول أبي ثور أيضا. لكن قال وروي عن أحمد رحمه الله غير ذلك. شوف قال بأنه غير مستحب، وكره أصحاب الرأي. الحنف كره الائتمام، وكما قلت قوله أن أحمد قال غير مستحب دي معناها أنها إيش؟ أنها على الجواز فقط، لكنها غير مستحب. لكن إن فعلت فجاز ذلك. وقال الشعبي والنخعي وقتادة لهن ذلك في التطوع دون المكتوبة. وقد ورد أن عائشة صلت المكتوبة، أم سلمة صلت المكتوبة، وكانت تقف وسطهن. وحديث أم ورقة، حديث أم ورقة أيضا شاهد على ذلك. والإمام مالك يرى أنه لا يصح في هذا الباب. الإمام مالك يرى أنه لا يصح الائتمام، لا يصح المرأة أن تؤم أحدا، ولأنه يكره لها الأذان، وهو دعاء إلى الجماعة فيكره لها ما يراد بالأذان. يعني هو يقول إذا قلنا بأنها لست من أهل الأذان، إذا لست من أهل الإمام، صراحة الكلام يقال في ذلك على التفريق. كيف البث عندكم؟ طيب كيف البث عشان ننتهي؟ اشتكيت من البث وما أدري لما. ننظر أرجو أن يكون هنا أفضل، إن شاء الله يكون بذلك أفضل بإذن الله. نعم. قال الإمام رحمه الله، لحظة شيخ. نعم. ومالك قال لا ينبغي المرأة أن تؤم، يعني يرى الكراهية كالحنفية أنه لا تؤم. لكن مالك قال لا تؤم لأنه يكره لها الأذان، فجاء باللزوم قياس الأذان على الصلاة، فيه نظر وفيه فوارق. هو بيقول إذا كانت منعت من الدعاء إلى الصلاة فلن تمنع من الصلاة من باب أو. هذا كلام فيه نظر في هذا الباب، هذا كلام فيه نظر. هي منعت من الأذان، الأذان الإعلام لابد فيه من علو الصوت، والمرأة صوتها قد يكون فيه ما فيه مما يحضر. وأما الصلاة فإنها يجوز لها أن تصلي، ولو خرج صوتها للنساء جاز ذلك، لأنها تصلي في الجهرية جهريا بجهرا وتسمع النساء القراءة. نعم. قال رحمه الله ولنا حديث أم ورقة رضي الله عنها، ولأنهن من أهل الفرض فأشبهن الرجال، وإنما كره لهن الأذان لما فيه من رفع الصوت، ولسن من أهلهم. هنا هذا كلام جميل جدا. قال لنا، بيرد على المخالف، لنا حديث أم ورقة، وأم ورقة تعلمون أن السلام أذن لها أن يؤذن لها المؤذن وأن تصلي بقومها، تصلي بقومها. وين تصلي بقومها؟ تصلي بقومها في منزلها. وردت رواية أنها تصلي بالنساء من قومها، وردت رسالة أنها تصلي بالنساء من قومها لا بالرجال. وهناك حقيقة الأمر، هناك دليل آخر يستدلون به، وهو الإلحاق، الحاق النساء بالرجال. نقول ما نحن لا نحتاج إلى القول بالإلحاق، نحتاج الحديث عندنا ظاهر، والنساء شقائق الرجال في الأحكام. يبقى هذا على التعميم في كل الأحكام، النساء شقائق الرجال في الأحكام على التعميم، إلا ما دل الدليل على الاستثناء، إلا ما دل الدليل على الاستثناء. نعم. قال إذا ثبت هذا فإنها إذا صلت بهن قامت في وسطهن. قال لا نعلم فيه خلافا بين من رأى لها أنت أمهن، ولأن المرأة يستحب لها التستر، ولذلك لا يستحب لها التجافي، وكونها في وسط الصف أستر لها، لأنها هنا في قولها أن المرأة لا، يعني هو قاطع إذا ثبت هذا فإذا صلت بهن قامت وسطهن، هذا باتفاق، وهذا الذي حدث مع الإمام العلم، مع الأئمة أصلا قالوا واحتجوا بعائشة رضي الله عنها وأرضاها وأم سلمة أنها صلت على الإمامة وأنها وقفت وسطهن، ولأنها لا تتقدمهن، ليس هذا مجال المرأة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفرح قوما ولوا أمرهم. القوم هنا يرجع للرجال والنساء، القوم هنا يطلق على الرجال والنساء، حتى تقدمها على النساء في هذا الباب يكون فيه شأن. هذا هو الله جعل خلق النساء وجعلهن في مكانة معينة، فتقدمهن ليس بجائز، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عموما لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة في هذا الباب. قال وإن المرأة يستحب لها التستر، هذا أمر شوف جعلها أيضا لا تتقدم من أجل التستر حتى مع النساء، حتى مع النساء في هذا الباب. لكنه قال ولا يستحب لها التجافي. هناك رواية في البياقي في الشعب وفي السنن بأن المرأة إذا ركعت أو سجدت تضم لا تجافي هكذا،
تضم، وهذا الحديث ضعيف جدا لم يصح. فإن قالوا بأن المرأة يستحب لها التستر ما أدري وإيش الدليل على ذلك. يا أنا إيش الدليل على التجافي، على عدم التجافي؟ وأنا عندي دليل أصلا ظاهر صحيح يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال في الأحكام، فما الذي يمنع أن المرأة تجافي هكذا؟ نعم، وهي تسجد كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن المرأة تفعل ذلك. ما الدلالة على مسألة التخصيص؟ يعني هنا سنأتي إلى معركة أصولية مهمة جدا، تعرفها يا لقمان؟ من الأهمية المكان، عايزين نشوف الفيس بس يعرفوها ولا لا؟ أنا برفع إيه، مش معنى أن رفع دي نعرفها. طب هات ماشي تفضل. هل يجوز التخصيص بالعلة أو بال... ممتاز ممتاز، هذه مسألة أصولية جدا، ومسألة من أعظم ما تكون، هو تخصيص عمومات النصوص، إما 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 بالتعليل، وإما 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 مسألة الإلحاق، فهل يصح التخصيص؟ المسألة فيها نظر كبير جدا، وإلا سنقول ما التعليل عندهم؟ قالوا التستر، قلنا والتجافي لا ينافي التستر، التجافي لا، المجافاة هكذا لا تنافي التستر. وش اللي فيها؟ ما الذي نافته في التستر وهي وعليها ثيابه؟ المسألة فيها نظر، ولكن احنا نقول عندنا تأصيل عام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النساء شقائق الرجال في الأحكام، لكنهم كما قلت هناك رواية فيها ضعف، وضعفها شديد في البيهقي، أنه قال والمرأة تضم إذا سجدت، تضم لا تجافي. ولعلهم يعني تأثروا مثل هذه الروايات تكلموا فيها، ونظروا في مسألة التستر قالوا التجافي ينافي التستر، لكن هذا يعني فيه نظر. نعم. قال ولذلك لا يستحب لها التجافي، وكونها في وسط الصف أستر لها، لأنها تستتر بهن من جانبيها، فاستحب لها ذلك كالعريان. وهذا عجب عجاب، العريان له ما جعل ذلك وهي عليها ثيابه. هنا وجهة النظر ليست سديدة في هذا الباب، لكن الحق أن يقال بأنها لا تتقدم من أجل أن النبي قال لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. قال فإن صلت بين أيديهن احتمل أن يصح، لأنه موقف في الجملة. سبحان الله، شوف اختلفوا عندما تتقدمهن، اختلفوا الآن تصح الصلاة ولا ما تصح الصلاة، ولأن عائشة رضي الله عنها رضاه صلت وسطهن، أم سلمة صلت وسطهن، وكأن هذا على الأثر، لأن هذا يعلمه أن سلم هو بإقرار، فكأن النبي أقر بأن مكان المرأة مع النساء أن تكون وسطهن، فإن خلفت فهنا الأقرب عند الحنابلة كالظاهرية تطبيق قاعدة مطلق نهي يقتضي الفساد فتبطل الصلاة بذلك، يعني إن تقدمت المرأة وصلت بهن تبطل الصلاة بذلك. أين هؤلاء الذين أتونا من المشرق والمغرب وقالوا المرأة تخطب بهن وتأم بهن وتصلي بهن؟ نعم، خالفوا الفطر والعقول والأثر والنظر. نعم. قال فإن صلت بين أيديهن احتمل أن يصح، لأنه موقف في الجملة، ولهذا كان موقفا للرجل، واحتمل أن لا يصح لأنها خالفت موقفها، أشبه ما لو خالف الرجل موقفه. والصحيح الراجح أن صلاتها تبطل بذلك، تبطل بذلك، وقفت موقفا ليس هو موقفها في ذلك، كما قلنا الذي يتقدم على الإمام تبطل صلاته بذلك خلافا للمالكية، ضرورة أو غير ضرورة تبطل صلاته بذلك، وما في ضرورة في هذا الباب. نعم، ما رأينا نهي النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، مجرد فعل عائشة، النهي فعل عائشة، وفعل عائشة فيه إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا إقرار النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا هو مكان المرأة. عندما قلت تبطل الصلاة، لا تبطل الصلاة أبدا إلا أعرف أن هذا التأصيل العام، التأصيل العام لا تبطل الصلاة، لكن عندي نهيان الآن، أولهما لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، وهذا تولية الأمر. ماشي، الأمر الثاني المهم جدا في هذا الباب، فعل عائشة وفعل أم سلمة عليه إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، هو مفيش تولية، هي كيف متولية وسطهن، المسألة التقدم وعدم. طيب احنا قلنا تقدمت، لما تقدمت نزلت تحت الحديث ولا ما نزلت؟ لن يفلح قوم ولا امرأة امرأة. خلينا نقرر مسألة مهمة جدا، أين مكان المرأة عند الصلاة بالنساء؟ وسط، هذا هو المكان؟ أي مخالفة في المكان هنا يبقى إذن إيش؟ لم تأتي بما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي،
فستطبق في قاعدة نطق لا يقتضي الفساد في هذا الباب. هي المشكلة كلها أنها ممكن نقول هذا منفك، هذا منفك، فهمني؟ لكن حقيقة الأمر الذي يقوي الجانب الآخر هو قول النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ ليفلح، ليفلح قوم ولوا أمرهم. قال فصل: وتجهر في صلاة الجهر، وإن كان ثم رجال لا تجهر إلا أن يكونوا من محارمها فلا بأس. مع أن حقيقة الأمر أن حقيقة الأمر أن صوت المرأة ليس بعل، قد قال الله تعالى: فإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء، من وراء حجاب. وكانت عائشة رضي الله عنها كل من أراد أن يسأل يأتي فأسألها من وراء حجاب ليس فيها ثمة شيء، فصوت المرأة ليس بعل. لكن هو يقول ولا تجهر، كما لأنه لو سمع التلاوة وأطالت في التلاوة قد يأتيه ما يأتيه في قلبه من سماع، لا سيما أن المرأة لها رقة عند التلاوة، لها رقة معينة قد تؤثر في القلب جدا. ما في رقة بالله قليل جدا. أنا سمعت، لا أنا سمعت ما تتهدهد له الجبال. الرجال صوتهم أقوى شيء. الرجال بقى أنا سمعت من النساء ما تتهدهد له الجبال وتتزلزل كمان. خشوع عند الرجل مش قصدي النساء. لا الخشوع عند المرأة أقوى. أقوى. نعم، لأن عندها رقة ورحمة. ممكن ما تفهمش الآيات لكنها من شدة من فرط. أنا أقول لك من فرط ما عندهن من رقة ترد سلاسة عند القراءة ويخرج من القلب. وما خرج من القلب يدخل القلب سريعا. رضي الله عنكم، أحسن الله عليكم ونفع الله مقامكم. أكمل. قال فصل: ويباح لهن حضور الجماعة مع الرجال، لأن النساء كن يصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النساء يصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم انصرفن متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. نعم، ولا اتفق عليه. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. قال: وليخرجن تفلات، يعني غير متعطرات، غير متطيبات. قال: رواه أبو داود. وصلتها في بيتها. طيب، هو قال هنا: ويباح لهن حضور الجماعة. حقا حضور الجماعة للنساء الشرع كفل لهم أو كفل لهن ذلك كفالة عظيمة. أنا أتعجب في هذا الباب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى أن تشهد العشاء فلا يمنعها من ذلك، فليأذن لها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عموما: لا تمنعوا، نهي، الأصل من نهي التحريم، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وبيوتهن خير لهن. وأيضا قد قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما نزلت الآيات: يدنين علينا بجانبهن، فكنا تلفعنا بمروطهن فيصلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، يصلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم الفجر، آسف، لا يعرفنا من غلس. نعم، لا يعرفنا من غلس. فحقيقة الأمر بأن جماعة النساء جماعة مشروعة، ولا يصح لأحد أن يمنعهن، لا الزوج ولا غير. حتى أن ابن عمر رضي الله عنه أرضاه ورد على امرأة أبيه أنها لبست وذهبت إلى المسجد، فقال لها: يعني أين تذهبين؟ قالت: أذهب إلى المسجد. قال: ما تعلمين أن عمر الخطاب يكره ذلك؟ قالت: ولما لم يمنعني؟ قال: يمنعه قول إن سلم لا تمنع. قالت: وما يعني أنت إلا عندك بعد ذلك؟ إذا كان هو منعه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنع إماء الله، أنت ماذا عندك؟ فسكت. فسكت، ما استطاع أن يتكلم. أما عروة بن الزبير فاستخدم الحيلة على امرأته عندما قالت له: إني سأذهب أشهد العشاء، فقال: تفضلي. واختبأ لها خلف الشجرة حتى إذا مرت غمزها بإصبعه، فرجعت خائفة مرتجفة وهو جالس يعلم ما حدث لكنه لم يبتسم. قال: ما الذي ردك؟ قالت: فسد الناس، خليني في البيت أحسن. شوفوا المسألة كانت عجيبة في هذا الباب. لكن حقيقة الأمر لا يصح للإنسان أن يخالف صريح حديث النبي العدنان صلى الله عليه وسلم حين قال: لا تمنعوا إماء الله، نعم، مساجد الله. قال: وصلاتها في بيتها خير لها وأفضل، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن. قال: رواه أبو داود. وقال صلى الله عليه وسلم: صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها.
وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها، قال رواه أبو داود. هنا ينتقل المصنف إلى مسألة أخرى، وهي مسألة الأفضلية والأكمل في العمل. أولا قلنا بأنه باتفاق لا يجوز منع المرأة من الصلاة في المسجد، هذا باتفاق، ولكن قالوا هناك الأكمل والأفضل صلاة في بيتها. وحقيقة الأمر لو نظرت إلى ذلك إن الشرع كفل لها الأجر، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته المرأة قالت إني أحب أن أصلي خلفك، وهذا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فيها بإيش؟ ألف صلاة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في مسجدي هذا. لما يقول صلاتك في بيتك خير لك من صلاة في مسجدي هذا، إذا صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في المسجد النبوي، بل أرقى من ذلك، وهذا الذي حوربت عليه عندما كنت يعني مسؤولا شرعيا في الحج للنساء. قلت صلاتكن في الفندق في بيوتكن خير لكن من صلاتكن في الكعبة. طبعا الحرب صارت ضروسا، وكل الإداريين يعني كانوا مع الحرب، ما كانوا ضدها، كانوا مع الحرب. لا يفقوا المرأة قالت دفعت كل هذه الأموال وتقول لا أنزل الحرم. قلت لها صلاتك في المسجد أفضل من الحرم. ولذلك لما قلت لها في الفندق الذي أنت فيه أفضل من الحرم تعجبت. قلت قد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وأعظم مساجد دخولا هنا المساجد الثلاثة، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. قال وبيوتهن خير لهن، فصلاتها في المكان الذي هي فيه خير لها من صلاتها في المسجد الحرام، وكل ذلك سلامة لها ولغيرها. ولذلك قال النبي صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها. نقف عندها. نعم لا استجبنا ولا وما استجبنا، بل حاربنا واتهمناني بالتخلف والله العظيم. فطبعا اتهمناني بالتخلف وهذا، فأنا كنت لكن ما استطاع أن يزيل ذلك أمام، كانوا يتكلمنا بذلك على البعد، وقلنا ما أحد عشان الرجل أقدر أسمع شيء بيعصب علينا وأنا أصلا كنت أتعجب أقول لهم يعني لا يكفيكم أن نقول قال رسول الله، لكن سبحان الله طالب الحق إن قيل له قال رسول الله طأطأ رأسه وفتح قلبه ووعى ما يقال وقال سمعت وأطعت، هذا طالب العلم طبعا. فالله يرزقنا الطلب ويرزقنا الإخلاص ويرزقنا العمل لدين الله جل في علاه. طيب لكم دقائق معدودة للأسئلة. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيي.